على أساس ما بدهم يخبروك. يعني أنت تصير معك هيك قصة وبالأخير ما حدا يخبرني؟ بحرقهم. ونفس مخبيها كتير منيح. احكي لي مصطفى، بقصة نجيب قدرت تتذكر شي شغلة نسيانة؟ بنوب، للصبح عم فكر بالموضوع. كيف حطوا هالزلمة بصندوق سيارتي وما انتبهت لهم؟ هالشغلة ما عم بفهمها. احكي لي القصة من الأول. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. رحت مشان شوف نجيب على الجسر الحجر وما اجا، اتصلت وما رد بنوب، ورجعت معصب على البيت. واكيد تركت السيارة اجباري على طرف النهر مشان تطلع على الجسر، ما هيك؟ ايه هيك. نطرته وما اجا، كمان دقيت له على الموبايل، يعني راحوا كم دقيقة وانت واقف هنيك. قصدك باللي قلته هلأ انه انا وعلى الجسر حطوا نجيب بالصندوق؟ الواطي فيدات مو لحاله رح يعملها الا ما يكون في حدا عم يساعده. اخي الموضوع هذا عندي، ما بدي تشغل بالك، تمام؟ وهلأ قلي ولك أخي مثل الجبل وعلى طول هو واقف بظهري ولا مو هيك؟ بظهرك، واقف بظهرك. معناتها أنا عن جد في عندي أخ مثل الجبل واقف ورا ظهري، ما هيك؟ أخي ما بدي أبكي هلأ. شو هالكلام؟ بكي مو لالنا. بديك تدير بالك منيح. طمن. وإذا صاروا ما طلعت من هون عائلتنا. لا تكمل أخي، مصطفى كليلي ما رح تضلك هون. ليك أنتو بتعرفوني مجنون وبالي ماله طويل أبدا، فلا تتعود على النوم هون مصطفى. ايه إن شاء الله. فوت اللي لا شوفه لك. وين كنت مبارح؟ أنت مو طول النهار مبارح مع فيدات؟ اي صح، انا اللي كنت معه، وصلته على محل فساتين العرس، وبس خلصنا رحنا لعند الصايغ. مو مهم هذا الحكي. وبعدين شو عملت؟ نطرنا كتير ليخلص الخاتم عند الصايغ، ولما اخذناه رجعنا على البيت فورا. يعني ما رحتوا لمكان تاني؟ ما رحنا سيدي، يا دوب لحقنا كتب الكتاب. اذا بدكم شوفوا الصايغ واسالوه. رح نساله، انت ما يهمك. هذا اللي اسمه اورهان انا برايي عم يكذب. وانا مثلك. منروح لعند جولتيكين وبنفهم شو القصه. تعرف شو أكتر شي معصبني بالموضوع؟ شو؟ راكدين وعم نلحق أصغر التفاصيل، وفيدات التافه بيكون قاعد على شط ميامي هلأ مبسوط وعم يشرب كوكتيل. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.